ونبقى في الضاحية مباشرة مع الزميل ريف عقيل. ريف، مساء الخير. أيضا معطيات وأجواء بتنقل لنا إياها من الضاحية الجنوبية لبيروت، تفضلي. نعم شادي، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. بالفعل مع الوصول إلى جثمان القيادي في حزب الله الشهيد فؤاد شكر في هذا المبنى حيث موقع الاستهداف، لم ولن تتوقف عملية رفع الأنقاض من هذا الموقع. فبحسب المعلومات ولدى استهداف هذا الموقع منذ 24 ساعة تقريبا عملت كل الفرق الصحية والهيئات المدنية العاملة في هذا الموقع، وهي لا تزال تعمل حتى هذه اللحظة. بحسب المعلومات تم انتشال جثة القيادي الحاج فؤاد شكر من الطبقة الأولى من المبنى المستهدف، علما أنه كان يتواجد في الطبقة السابعة من المبنى. صباح اليوم ولدى يعني متابعة كل مسار عملية رفع الأنقاض، كنا شاهدنا كيف أن كل الطبقات الثمانية سقطت وانهارت بفعل الصواريخ المدمرة التي ألقاها العدو الإسرائيلي، والتي أغار بها العدو الإسرائيلي في هذا المبنى، والتي تجمعت عند الطبقة الأولى، الأمر الذي صعب من عملية رفع الأنقاض، والأمر الذي أخر من الوصول إلى جثمان الشهيد شكر. بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجديد ولدى انتشال جثمان الشهيد شكر من الموقع، كان هناك الكثير أيضا من الأشلاء في الموقع، والتي عملت الهيئة الصحية والهيئات الطبية العاملة في مسألة رفع الأنقاض على رفعها من موقع الاستهداف. إضافة إلى ذلك هناك بعض المعلومات تشير إلى أن هناك شخصية أو شخص يحمل الجنسية الإيرانية لا يزال يتواجد داخل هذا المبنى، ولم يتم الوصول إلى جثمانه حتى هذه اللحظة. لدى الاستفسار عن مسار عملية رفع الأنقاض، تشير المعلومات وتشير المعطيات بأن هذه العملية قد تستمر ربما ليومين إضافيين. أولا شادي، لأن هذا المبنى يتواجد في محيط ضيق جدا، تحيط به مجموعة من المباني السكنية، وبالتالي عملية وصول الجرافات وكل الفرق الفنية هي صعبة جدا. كما أن حجم الدمار وطبيعة الصواريخ أو طبيعة الدمار الذي نتج عن هذه الصواريخ تشير بأن هذه العملية صعبة جدا. بالفعل كل هذه المعطيات كان قد كشف عنها صباح اليوم اللواء محمد خير عندما وصل إلى هذا الموقع، حيث قال بأن هناك 9 مباني تضررت بالكامل، 9 مباني تضررت بالكامل، 3 منها هي بحاجة للهدم نتيجة التصدع الكبير جدا في هذه المباني أيضا. كما أشرت، نحن نتابع بهذه الصورة، صباح اليوم كانت قد بدأت عملية رفع الأنقاض بوتيرة بطيئة نوعا ما، ولكن كما نشاهد بالصورة الآن هناك حجم كبير من الدمار الذي يرفع في هذه الأثناء من هذا الموقع، على أن تستكمل هذه العمليات في ساعات قليلة مقبلة، وأيضا بدءا من صباح الغد حتى الوصول إلى نتيجة نهائية ورفع كل الأشلاء المتواجدة في هذا المبنى، إضافة طبعا إلى التأكد من عدم وجود أي من الأشخاص داخل هذا المبنى. إذن بخلاصة هذا النهار الطويل للمتابعات المدنية، حجم الأضرار كبير جدا في المباني السكنية وأيضا في المحال التجارية. معظم الأهالي هنا كانوا قد غادروا هذه المنازل، حيث أشارت أنه بتوجيهات أيضا اللواء محمد خير أنه بتوجيهات من الحكومة اللبنانية سوف يتم تأمين كل السكن ومراكز الإيواء لهؤلاء الأشخاص، على أن تكون الضاحية الجنوبية جزء من لبنان الكبير وجزء من العاصمة بيروت، وألا يترك أي من سكان هذه المنطقة أو أي من سكان هذه المباني من دون منزل أو من دون مسكن إلى حين أن يتم إعادة إعمار هذه المنطقة. بطبيعة الحال شادي، نحن سنستمر في مواكبة كل عملية رفع الأنقاض، ولكن أيضا هناك صعوبات ترتبط في مسألة انقطاع الكهرباء عن هذه المنطقة، هناك صعوبات كما أشرت ترتبط في عملية صعوبة المكان والوصول إليه، ولكن هناك جزء كبير من العمل قد أنجز طوال ساعات النهار، وتشير المعلومات أو الفرق العاملة هنا بأنها ستستمر حتى الوصول إلى جثمان الشخص المفقود والذي يحمل الجنسية الإيرانية، إضافة إلى رفع كل الأشلاء المتواجدة في المكان. شادي، نعم، شكرا لك الزميل ريف عقيل.